العالم أو طالب علم أيا كان لا يستغني عن شيوخه مهما تقدم في العلم. ينبغي وأحب أن أضع هذه النقطة في أذن إخواني طلاب العلم. لا ينبغي لطالب العلم، بل أتلطف أقول لا ينبغي، إذا أردت أن أصرح أقول يجب على طالب العلم أن يبقى على صلة بشيوخه مهما تقدم في العلم. ودائما في هذه المناسبة أركزها وأكررها على إخواني طلاب العلم الذين يزورونني في المدينة المنورة، أركز عليهم وأحكي لهم قصتين. قصة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وتغمده الله برضاه، كان يحقق كتاب الأجوبة الفاضلة للكلوي. كنت أخدم فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمه الله بين بيته والمطبعة، أحضر إليه الأوراق من المطبعة، أقابلها معه، أردها إلى المطبعة وهكذا. وفي دائما أدخل بيته وهو جاهز لاستقبال الضيوف، إلا هذه المرة دخلت عليه وإذ الكراسي كلها مملوءة بالكتب، ما في مجال الإنسان أن يجلس. فالتفت إلى الشيخ رحمه الله وابتسمت وقلت له بيدي هكذا، يعني أين أجلس؟ فقال لي الشيخ رحمه الله: منذ 3 أشهر مرت بي كلمة في الكتاب الأجوبة الفاضلة وما عرفت لها حلا، الآن انحلت معي. الكلمة قال هي الإخالة. في الكتاب النسخة القديمة المطبوعة القديمة جاءت الإحالة بالحاء. قال لي شيخنا: ما عرفت المراد. فسألت مشايخي فلانا وفلانا، وذكر 3 من شيوخه في حلب ممن لهم اشتغال بعلم الأصول، فقال لي: ما وجدت عندهم جوابا. الآن وجدت الكلمة، صوابها الإخالة. المهم من هذا أن الشيخ وهو في مقام علمي كبير وفي التحقيق ويرجع إلى شيوخه في هذا العلم. وأكرر أن الشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله كان يرجع إلى شيوخه مع أنه في مقام علمي كبير. والقصة الثانية عن الشيخ أيضا، لما كان يحقق كتاب قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثماني رحمهم الله تعالى جميعا، مر به اسم كتاب ابن القيم رحمه الله المشهور إعلام الموقعين. الشيخ رحمه الله من أيام ما كنا في حلب كان يؤكد علينا أنه بالكسر إعلام، ولكن جاءت في أصل الكتاب أعلام فتردد فيها، وما أحب أن يجزم في الكتابة لتبقى مسجلة عليه، رجع إلى شيخه العلامة الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، شيخنا في الرياض والشيخ الزرقى في عمان، فكتب إليه رسالة يسترشد منه رأيه إعلام أو أعلام، همزة مفتوحة ولا مكسورة، إحالة حاء مهملة ولا خاء معجمة، الأمر حسب الواقع من الناس الذين ينسبون أنفسهم إلى علم التحقيق يقول في الأصلين كذا والله أعلم. لا، الشيخ ما أحب أن يهم إلى هذه الجزئية البسيطة، فرجع إلى شيخه الزرقى فأفاده جواز الوجهين، فكتب الشيخ خلاصة لجواب شيخه وقال: فليكن هذا القول الفصل جواز الوجهين، إعلام الموقعين وأعلام الموقعين. وأؤكد على إخوتي السادة طلاب العلم أن لا يظن إنسان منهم الاستقلال بنفسه، بل لا بد لهم أن يستظل دائما وأبدا ويسترشد بظل شيوخه وإرشاد شيوخه له. وأزيد زيادة كلمات بسيطة فسامحوني، هاتان القصتان عن شيخ الشيخ الفتاح رحمه الله أحكيهما كثيرا لإخواني طلاب العلم،
لكن الآن أحببت أن أزيد كلمة. من أدب الشيخ وكان الشيخ مدرسة في الأدب رحمه الله، ذكرت لكم الكلمة التي قالها لي إنني سألت عنها مشايخ فلان وفلان فلم أجد عندهم جوابا، هكذا قال لي الشيخ وبالحرف الواحد. شاهدي من هذا أن من أدب الشيخ ما قال لي ما أعرف الجواب، ما نسب إليهم عدم المعرفة أي الجهل، ما قال ما أعرف الجواب، قال ما وجدت عندهم جوابا. فقط أحببت أن ألفت النظر إلى أدب الشيخ رضي الله عنه في هذا الكلام، ونسأل الله التوفيق.